السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا ان شاء الله في فيديو جديد وخدمه جديده وطريقه جديده ان شاء الله. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هاد اليوم جبت لكم ماشي راندا، المهم راندا واحد شويه راندا، المهم الطرز بالطريقه اللي تتعجبني. المهم انا كيعجبني نخلط دائما ما بين الطرز اللي هو الطرز ديال الحرير مخلط مع التنبات. ما كنبغيش انا التنبات كله غير عقيق، كيجي ديما مشارجي خلطتها هكايا شويه. علاش؟ باش تجينا صالحه اللبس في جميع الاوقات. اما ديك اللي كتكون منبته بالعقيق بزاف كتصلح غير للخرجات بحال هكا زوينه اولا المناسبه اولا هذه. لا، بالنسبه لهذه الخريج دائما تمشي تسخري تمشي للمدرسه ديال ولادك راه صالح تلبسيها. المهم قلت لكم درت فيها الحاجه اللي كتعجبني، دائما كنفضل الطرز مخلط مع التنبات. بحجيرات هنا جدادين فيهم واحد شويه ديال التنبات هادو غير بوحدهم. المهم كل وحده والطريقه ديال الطرز ديالها. المهم انا عطيتكم فكره بالطريقه اللي كنفضل نطرز بها. وبالنسبه هنا للهبطه درت فيها الثلاثيه البنات، نجركم انا جريت لكم قال لك خيط اختي اللي كتصور باش هي اللي كتشد لكم الزاويه مزيانه. اللون كحال ما كيكون تصعيب واخا هو تيكون زوين عطي نظره، ولكن في الكاميرا كيجي شويه ناقص. بالنسبه لهنايا لهاد الوسط هنايا شنو درت؟ درت الثلاثيه العاديه بالعقيق. ديري ديك تحت الثلاثيه هانتي باش تبان لهم. هنا دابا بالنسبه للبنات الثلاثيه انا خدمتها وغلفتها من هنا من الداخل، ديك الثنيه كنجمعهم. المهم واخا ما يجيش باين رانا قلتها لهم كنجمعهم. علاش؟ باش واخا نلبسو شي مرات بيرميده اولا نلبسو شي لون مختلف على كحال ما تيبانش لينا. المهم هادي معلومه. بالنسبه هنايا للدرس البنات، هنايا الدريس ديالنا درت هنايا الدريس المائل نفس الالوان اللي انا درت في الطرزه، هما اللي درت في اللي خدمت بهم هاد سميتو سيكو. درس مائل ولا مغلف؟ درس المغلف. درس البريوة المغلف نسيت. هو نفسه اللي درت هنايا في القب. المهم من الالوان اللي انا طرزت بهم هما اللي درت بهم. شحال من لون دخلتي؟ تقريبا واحد جوج ثلاثة أربعة الوان. أربعة الألوان بالنسبة كتخدمي شحال من سنة؟ قولي لهم شحال من سنة؟ فاش كتجي هنايا بالنسبة أنا كندير أنا فاش كنبرم كنبرم الخيط طويل. شحال خدم لي هنا؟ خدم لي سبعة. سبعة ديال الدرس البريوة المغلف، إذا بقيت سبعة سبعة سبعة، مشيت بها كامل سبعة سبعة، كتجي مزيان. المهم حتى كيسالي ليا اللون، وعاد باش كندخل لون آخر. نفس في اليدين وفي القب. في اليدين وفي القب، ونسيت البنات ما قلتلكم واحد الحاجة اللي هي مهمة، أنا هنا بلاصة الفتاحي أهم حاجة كتجي فنة، فنة ما تديوش أنا لبستها، ها أنتوما شتي في الفتحة كيفاش كتجي؟ انتي ما فتحتيش. انا ما فتحتش بلاصه الفتحه، سديتها ودرت هاد الطرز. عرفتي في اللبسه البنات كي كتجي خطيره خطيره، كتجي شي حاجه مختلفه وجميله، فهمتي؟ شي حاجه ما دايراش، فهمتي؟ شي حاجه من الابداع ديالك كتلبسيها غير بوحدك. المهم كنتمنى تعجبكم. انا الفتحه كما قلت لكم دائما انا كنفضل الفتاحي، دائما الجلبي كنبغيهم مسدودين وما كنديرش حتى الجياب ما تعجبونيش. انا غنلبسها البنات وتشوفوا في اللبسه كيفاش كتجي. ها انتما من بعد ما لبست هاد الجلابه كما كتشوفوا نسيت قبل ما قلتش لكم بان الطرزه دايرها مائله، ما دايراش الطرزه في جنب، دايره الطرزه. ها انتما غتوريكم اختي وعاد نرجع. ها شتي الطرزه مائله البنات؟ ها انتما كما كتشوفوا الطرزه دايرها انا مائله، على زعما غير في جهه وحده مائله. هذا الشيء اللي كاين. دابا رجعي هنا الفوق باش يشوفوها مزيان. ها انتما كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين، مزيج ما كما قلت لكم بالطرز الرباطي والتنبات. كل وحده طرز كيما بغات اولا تنبس كيما بغات، المهم هي الفكره ثلاثيه هي باينه. بالنسبه للبنات دريس ها هو كيما كتشوفوا. ايوا كنتمنى تعجبكم، كنتظر ان شاء الله التعليق ديالكم. يلا بسلامه، الله يعاونكم.